أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، وباعثها المستمع عبد الرحيم عبد الله. الأخ عبد الرحيم له جمع من الأسئلة، في أحدها يسأل ويقول: إذا قمت بتقليم أظافري بعد الوضوء، هل يؤثر ذلك على الوضوء أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإنه لا يؤثر تقليم الأظافر بعد الوضوء، لأن الأظافر في حكم المنفصل ولا حرج في ذلك إن شاء الله. وتقليم الأظافر كما ثبت السنة أنه من خصال الفطرة ومأمور به. نعم.